فيه متعة. كرة للزيلعي عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء على الإبعاد، الكرة بتعود وبلنتي وطرد، بلنتي وطرد لفرناندو. شوط الانتفاضة النصراوية وشوط الصحوة النصراوية وشوط للعالمي من زمان، عطاه كوع وقرار جريء جدا من قبل السيد خليل جلال، صادها خليل جلال وبطاقة حمراء مستحقة لأحد اللاعبين اللي كنا نشيد فيه ونتحدث عنه ونقول من أبرز الصفقات، لكنه ليس تصرف لاعب محترف أبدا يا فرناندو. النصر على مقربة من حكايات زمان حينما تروى الحكايات ويقولون كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك نصر عظيم ونصر كبير، والآن النصر شكله متحفز لهذه البطولة. فرناندو تصرف غير مسؤول قد يخرج من خلال فريق نادي الشباب، لا عذر لك يا فرناندو حتى لو استفزك اللاعب، لكن تصرف غير سليم. لكن شوفها برؤية واضحة بثقة كبيرة في لقطة مؤثرة جدا تكون من اسطوانة الخواجات، والله ياهم سووا بلاوي. وفرناندو لن يترك أرضية الملعب مطرود، وآخر لقطات الشوط الأول بلنتي أو بنالتي عشان ما يزعلون. أعلى ونصف للمملكة العربية السعودية بعد ما كانت أربعة مباشرة. شمراني بطاقة حمراء قد تظهر، راح نشوف. نعم غالب مثل ما فعل فرناندو فعل غالب، وبطاقة حمراء لإبراهيم ونقطة تحول أخرى في هذه المباراة. هذه التمريرة لغالب كنترول غير سليم، فقد اتزانه، انفرد الشمراني وأخرج خليل جلال البطاقة الحمراء. 10-10 وطرد بطرد وتصرف أيضا غير سليم، تصرف غير سليم من غالب، وبالتالي يتلقى البطاقة الحمراء ويجعل الكفتين متعادلتين من حيث عدد اللاعبين.